لازلنا مع العندليب رائد الأغنية اللحجية وأيقونة الفن اليمني الفنان الراحل فيصل علوي، حيث حلت علينا الذكرى الحزينة العاشرة لرحيله والتي صادفت 7 فبراير. وتزامنا مع هذه المناسبة شهدت لحج مهرجانا شعبيا ضخما، ولأول مرة يقام مثل هكذا مهرجان وبهذا الجمال، وفاء وعرفانا للفنان فيصل علوي ولفنه الجميل. المهرجان شارك فيه طيف واسع من المواطنين والمثقفين والأدباء والشعراء وعدد من الفرق الشعبية. بالتزامن مع الذكرى العاشرة لرحيل أيقونة الفن اليمني واللحجي الفنان الكبير فيصل علوي الذي صادف 7 فبراير الماضي، شهدت مدينة الحوطة بلحج مهرجانا كرنفاليا إحياء لذكرى وفاته العاشرة. المهرجان يعد الأول منذ سنوات شارك فيه المئات من المواطنين والعديد من فرق الرقص المختلفة بمصاحبة الفرقة النحاسية لإحياء ذكرى الفنان فيصل علوي وإحياء لتراثه من خلال هذا الكرنفال الذي طاف شوارع المدينة حتى منزل الفقيد. الكرنفال شهد العديد من اللوحات الفنية المختلفة، إضافة لظهور فرقة الطنبرة برقصات متميزة، كما قدمت الفرق الشعبية رقصات عديدة منها الجذبة والشرح وغيرها من الرقصات التي يزخر بها موروث لحج الفني والثقافي. استمرار مثل هذه الكرنفالات سيساهم في إنعاش الذاكرة الفنية لدى أبناء لحج خاصة واليمن عامة، إضافة إلى إرسال رسائل تدعو إلى الاهتمام بجمع تراث الفنان الرحل فيصل علوي وجميع الفنانين من قبل الجهات المعنية.